يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نهي عمر رضي الله عنه عن رفع الصوت في المسجد النبوي، هل هو خاص بالمسجد النبوي أم هو عام في جميع المساجد؟ في جميع المساجد، لأنه من إساءة الأدب، لكن في المسجد النبوي بالذات، المسجد النبوي بالذات، لأن الله جل وعلا أمر بغض الصوت وأثنى على الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، وحرمته صلى الله عليه وسلم حيا ميتا كحرمته حيا. نعم، بل يجب أن تتأدب مع أحاديث الرسول، حتى ولو لم تكن في مسجد الرسول، إذا سمعت الأحاديث فإنك تتأدب كأن الرسول حاضر يتكلم معك، تتأدب وتصغي لها. نعم.